غيرتوا اليوم كذا تشكيله بالمباراه تحديدا، يعني كنتوا عم تلعبوا بكريم عز الدين اوريدي طلع فاول ترابل، لعبتوا بكلي انتوني كان على البوزيشن 4، لعبتوا بكذا تشكيله على بهذه المباراه تحديدا، بس الانتنسيتي اللي شفناها بالاوفر تايم كانت خلينا نقول مختلفه كليا عن الانرجي اللي حطته المباراه. اللعيبه عارفين ظهرهم على الحيط وذي هاف تو فايت ليربحوا، قتلوا كلهم. يعني شفنا عمر عمل 2 اوفنسيف ريباوند كروشل، لو واحده منه ما يحطها كان تغير الجيم. فهيدا الفايتنج سبيريت اللي بدنا اياه. الفريق رائع كان اليوم، 7 لليوم عن جد شابو، عمل شغل كبير. وكمان جد عرف لقط الفريق مزبوط اليوم، شينجيتو كانوا كتير منيح. لا اليوم شابو للكل. قديش هذا الفوز اليوم مهم قبل السرير تعرف فاينل كتير. اي جيم نربحه بيعطينا بوش معنوية قوية، لانه اللعيبة عم تتمرن عم تتعب عم تقاتل. بقى الربح بيعطيك هيك اذا بدك ريفريشنج، بتحس حالك اريح بالماتشات اللي جاي.